السلام عليكم أعزائي التلاميذ، ومرحبا بكم من جديد على قناة بي ام بي. بالنسبة لهذا الفيديو إن شاء الله غادي نحاول نخصصو لمراجعة درس معادلة مستقيم. غادي نروح مراجعة شاملة وكيفية التعامل مع الأسئلة المتعلقة بالدرس. يكفي أنك تتبع معايا بشوية عليك، راه غادي نعطي جميع الأسئلة اللي يمكن تتلاقى معاهم في الدرس ديال المعادلة المستقيم، كيفاش تحل كل سؤال بطريقة بشكل مبسط. هتبع معايا الله يرضي عليك، واصبر شوية راك تفهم الدرس. نبدأ على بركة الله. نبدأ بالسؤال الأول: حدد المعادلة المختصرة للمستقيم AB بحيث إحداثيات ديال النقطة A هي 1 1، وديال النقطة B هي -2 -8. هنا المطلوب هو نحددو المعادلة ديال المستقيم AB. شنو عطاونا؟ عطاونا الإحداثيات ديال A وديال B. إذا إلا بغيتي تجاوب على هذا السؤال هذا كتبدا بحال هكا، كتب لي أول حاجة بعدا يعني الشكل العام ديال المعادلة المختصرة. كتب سيدي لدينا المعادلة المختصرة ديال المستقيم AB، يعني بصفة عامة هكا لدينا غير AB دو بوان يعني Y كتساوي AX زائد B، وكاين اللي كيكتب MX بلس B، راه بحال بحال كتجي تسترلق. يعني انت شنو مطلوب منك دابا؟ هو تحدد A وتحدد B، هادشي اللي مطلوب في هاد السؤال هذا. كتب سيدي تحديد A، إلا بغينا نحدوها كنديرو فرق الأرطوبين على فرق الأفصولين. يعني هنا عندي النقط A و B، يعني تقدر دير Y B ناقص Y A على X B ناقص X A. صاف، راه نفس الشيء، تقدر دير Y A ناقص Y B و X A ناقص X B، غير اللي درتي في الفوق ديرو في التحت. من بعد غتعوض، فين هي Y B؟ هاهي هي ناقص 8، فهمت؟ ناقص 8. كاين ناقص ديال هاد القاعدة، كتبها هي الأولى، عاد قلب على إيكغيك أ شحال فيه واحد، يعني هاد ناقص غتبقى ناقص إكس بي فيها سيدي ناقص جوج، إكس أ فيها واحد، يعني عاد ناقص واحد، يعني. إذا يساوي، غنحاول نحسبو هادشي اللي هنايا، ناقص 8 ناقص واحد هي ناقص 9، على ناقص 2 ناقص واحد هي ناقص 3، ناقص 9 مقسوم على ناقص 3 غتعطي 3. ديما فين ما خرج لك شي عدد كسري حاول تختازلو او لا تحسبو الا كان ممكن، ما تخليش هكا. دابا ها القينا، اكتب اذا. دابا المعادله ديال المستقيم AB بدات تتبان، ها هي ايغاك القينا. دابا ما نبقاش نكتب في ا، نكتب 3 اكس زائد بي. شنو بقى ليا دابا؟ تحديد بي هي المرحله الثانيه. دابا تحديد بي، باش تحدد بي كتاخد واحد النقطة من هادو سواء أو لا بي، ليه بس؟ كتب بحال هكا لدينا، ياك جي ليسر بحال هكا، كتب واحد واحد يعني الإحداثية ديال أ، كنعرفو أن هاد النقطة أ تنتمي إلى المستقيم AB، لا بدا متكتبش، وغنوريك علاش، باش هاد إكغيك هادي تعوضها بهاد واحد لهنا، شوف هاد إكغيك كتعوضها بالأرتو، داكوغ؟ هذا. وهاد اكس كتعوضها بالافصول. دابا هنا جات واحد واحد، ربط معايا باش نبغيت نقول لك ايغري كتعوضها بهذا اللي هنا، واكس كتعوضها بالافصول. اذا غتعطينا واحد كتساوي 3 في واحد زائد ب. واذا تحل هذه المعادله هذه خلي يعني نعطيو اسبقي الجداء 3 زائد ب، وخلي ب في هذه الجهه وجيب 3 لهذه الجهه، يعني غتولي 1 ناقص 3. اذا ب شنو غتساوي؟ ناقص 2. وها نتايا جاوبتي دابا على السؤال ديالك. اذا المعادله المختصره للمستقيم AB هي هي كتبها بحال هكا AB ونخدو بارونتيز دو بوان Y يساوي 3X ناقص 2. هذا هو الجواب. نقرا بحال هكذا باش تلك يصح لك يبان ليها شنو. هذا السؤال الاول. غندوزو للسؤال الثاني. دابا هنايا حدد المعادله المختصره للمستقيم دلتا، مستقيم دلتا المار من النقطه سي 3 5 والموازي للمستقيم دي ديال المعادله المختصره ايغريك يساوي اكس زائد 3. هنايا كنهضرو على التوازن، يعني حاولوا تذكروا معايا
يعني المستقيمين كيكونوا توازين إذا كان عندهم نفس الميل. مثلا دابا إيكغاك يساوي 3 إكس زائد 1، هذه المعادلة المختصر للمستقيم دلتا ديال الضيق. مثلا إيكغاك يساوي 3 إكس زائد 5، هاد المستقيمين هادو متوازيين. علاش؟ لأن عندهم نفس الميل 3 3، واضح؟ هادو متوازيين كيكون عندهم نفس الميل، هادشي كتقولنا الخاصية. إذا حنا كنحاولو نبروفيتيو هاد ديك الخاصية باش نلقاو أدغيا. دابا هانت دلتا كيوازي دي، شوف بحال هكا نكتبو كما العادة. لدينا المعادلة المختصرة ديال المستقيم دلتا بصفة عامة تكتب على الشكل التالي، إيكغاي وتساوي، غندير هاد المرة إم إكس بلس بي، بحال أ إكس بلس بي بحال إم إكس بلس بي، بحال أكتب لدينا يعني المعادلة المختصرة ديال دلتا بصفة عامة هي هذه. أكتب بما أن دلتا يوازي د فإن لهما نفس الميل. غادي يكون عندهم نفس الميل. دلتا شنو هو الميل ديالو؟ هو ام، وديال د هو جوج، إذا ام يساوي 2. أنا دابا لقيت ام، ومنه إكغاك كتساوي جوج إكس زائد د. أنا دابا لقيت نفس الجواب. هذه المرحلة هذه هي تحديد تحديد ام، باردون صافي. بقات لي دابا بي، تبانا تحديد بي. تحديد بي بنفس الطريقة ديال قبيلة، بحال غادي نديرو سيدي. لدينا اش من نقطة كتنتمي لدلتا؟ هي سي 3 5، هنا 3 5 تنتمي إلى المستقيم دلتا. اشنو قلت لكم؟ هاد 5 غتكون بلاصة إيكغاك. هاي 5 كتساوي جوج في 3 هي إكس زائد بي، بون جوج في 3 6 كتساوي 5. حلو هاد المعادلة، بي شنو تيساوي؟ تيساوي 5 ناقص 6، هانت إذا بي يساوي ناقص 1. وبالتالي المعادلة المختصرة للمستقيم دلتا هي إيكغاك كتساوي هي جوج إكس ناقص 1. هذه هي الطريقة باش تنحدو المعادلة المختصرة لمستقيم موازي لمستقيم آخر ويمر من نقطة معطية نفس الميل. دابا غندوزو للتعامل. غنحدد المعادلة المختصرة لمستقيم دلتا المار من النقطة بي 3 1 والعمود على المستقيم تي للمعادلة المختصرة إكغاك يساوي 3 إكس زائد 2. غنذكركم التعامل. التعامل شنو تيقول لي؟ مثلا عندي واحد المستقيم معادلته إم إكس بلس بي، واحد المستقيم اخر المعادله ديالو ام بريم اكس بلس بي بريم، هادو كيكونوا متعامدين الا كان جداء ميلهما يساوي ناقص 1. يعني الا كان ام مضروبه ام بريم كيعطينا ناقص 1، اذا ضربنا الميل ديال هذا وديال هذا ناقص 1. نعطيكم واحد لاستيس باش دغيا تلقاو الميل. مثلا عطانا واحد المستقيم ايكغاك 3 اكس زائد 1 المعادله ديالو. الا بغيت الميل ديال المستقيم اللي عمودي عليه، الميل ديال المستقيم اللي عمودي على هاد الدلتا مثلا، شنو هو الميل ديالو؟ الميل ديالو غيكون مقلوب مقابل، ياك ندير مقلوب عاد مقابل. اشنو هو المقلوب ديال 3؟ هو 1 على 3، ندير ليه ناقص صح. كون كانت عندي بحال هكا 5 على 3 اكس زائد 2، اش غادي ندير؟ ندير ناقص 3 على 5. علاش؟ لان ناقص 3 على 5 في 5 على 3 الى ضربتهم في بعضياتهم كيعطيني ناقص 1، ونفس الشيء هذا في هذا كيعطيني ناقص 1. غادي نحاول نطبق هذا الشيء على هذا، ندير غير تذكير ديال الخاصيه دابا ولكن مزيان تعقل عليه. غادي نبداو هنايا عاوتاني نفس الطريقه. نكتب لدينا المعادله المختصره ديال المستقيم دلتا بصفه عامه هي هذه، إيكغاك تساوي أإكس زائد ب. أول مرحلة عندنا هي تحديد أ. ندير المرحلة الأولى، غادي نحدو أ، فهم أش غادي تجي أسيدي؟ غتقول لدينا دلتا عمودي على المستقيم د. إذا كتبها غير على شكل جملة، إذا جداء ميلهما يساوي ناقص 1، ياك؟
اكتب هكا ومنه، ومنه أ شنو غيساوي لكم؟ دير المقابل عاد المقلوب، شنو هو المقابل ديال 3؟ هو ناقص 3، والمقلوب ديال ناقص 3 هو ناقص 1 على 3، يعني أ غتساوي ناقص 1 على 3. ومنه فإن المعادلة ديال المستقيم ديالتها غتكون بحال هكا، ناقص 1 على 3 إكس زائد ب. ندوزو للمرحلة الثانية اللي هي تحديد ب. ها انت سيدي دابا غنحدو ب بنفس الطريقة. ها لاحظوا انني كنبقى كنعاود، نكتب لدينا نفس الشيء، لدينا النقطة ب، نكتب الإحداثيات ديالها لأن تحتاجهم. 3 1 تنتمي إلى المستقيم دلتا، ومنه نعاود 3 فين غتكون؟ غتكون في إكس، وواحد فين غتكون؟ في إيكغيك. ها انت يعني واحد يساوي ناقص 1 على 3 مضروبة في 3 زائد ب. نحاول نختزل هذا مع هذا، تعطيني هنايا واحد كتساوي ناقص واحد زائد ب. غنحل هاد المعادلة هادي، يعني غنجيب هاد ناقص واحد لهاد الجهة غتولي اثنين، وبالتالي فإن المعادلة المختصرة ديال المستقيم دلتا اللي تنقلب عليه فهي كتساوي لينا ناقص واحد على ثلاثة إكس زائد جوج. واضح؟ سي بون. غندوز دابا وضعية أخرى. أنا بغيت تحل معايا دماغك مزيان، تكونسونطرا معايا مزيان الله يرضي عليك. هنا قال لك حدد المعادلة المختصرة للمستقيم دلتا واسط القطعة AB، يعني المعادلة المختصرة للمستقيم دلتا واسط القطعة AB. غنشرح لك بعدا شنو هو الواسط. دابا سيدي ملي كتكون عندنا واحد القطعة بحال هكا ياك AB، ها هي كتعرف أن القطعة يعني يمكن نرسمو المنتصف ديالها، المنتصف ديالها هو واحد النقطة مثلا نسميها اي. داكوغ، تعرف شنو هو الواسط؟ الواسط هو واحد المستقيم كيدوز بحال هكا، كيدوز من النص ديال القطعة وعمودي عليها، هذا هو اللي تيقولو ليه الواسط. الواسط هو هذا، هو عبارة عن مستقيم يمر من منتصف القطعة وعمودي عليها، كيدوز من النص وعمودي عليها. عقل معايا مزيان. دابا هنايا قال لك حدد المعادله المختصره للمستقيم دلتا واسط القطعه AB. دابا تنعرفوا ان دلتا عمودي على AB ياك، يعني خصنا نخرجوا بعدا المعادله المختصره ديال AB هي الاولى. اول حاجه غادي نحددوا المعادله المختصره ديال المستقيم AB هي الاولى، يعني غنحددوها بنفس الطريقه ديال قبيله. تحديد المعادله المختصره المستقيم AB. غير على فكرة بعدا بالنسبة لهاد الأسئلة هادي راه كتكون ديجا حددتي المعادلة المختصرة، عاد كيدوزو لك هاد السؤال. أنا غنحاول نعطيكم كلشي، يعني المراحل كلهم. تحديد المعادلة المختصرة للمستقيم AB، غتجي بحال ما هكا. لدينا AB المعادلة ديالو بصفة عامة هي هادي، إيكغيك تساوي أإكس زايد ب. أول حاجة اللي نحدد تحديد أ، يعني غنحطو أ بنفس الطريقة اللي شفنا في بداية هذا الفيديو هذا. اش غادي نديرو؟ نديرو إيكغيك بي ناقص إيكغيك أ على إكس بي ناقص إكس أ. ركز معايا وصبر. إيكغيك بي شحالنا هي؟ خمسة ناقص واحد، وهنايا ثلاثة ناقص واحد، ها ألقينا، يعني أربعة على شحال؟ أربعة على جوج ياك، تساوي جوج. ومن المعادلة ديال أب بدات تتبان دابا، إيكغيك فهي كتساوي جوج إكس زائد ب. نقدر نوقف هنا لأنني محتاج أنا غير هاد جوج باش نحتاج، لكن ما فيها بس نكمل لك. تحديد ب، تحديد ب كتذكر أسيدي كتقول لدينا النقطة أ مثلا إحداثيتها واحد واحد تنتمي إلى المستقيم أب، وتتعوض هنا غدير فيه واحد وهنا واحد، هذا يساوي جوج زائد ب. إذا ب كتساوي كم؟ كتساوي ناقص واحد. دابا المعادلة ديال المستقيم AB هي هادي، كتبها هنا المعادلة المختصرة ديال المستقيم AB هاهي، إيكغيك كتساوي جوج إكس ناقص واحد، هاهي. وغنمسح دابا أنا هادشي
هنايا ركز معايا وخاصة هضر لها بالك، راه غادي تفهم شنو باغي نفسيتي. كداك احنا دابا سيدي حددنا المعادلة المختصرة للمستقيم ابي. هاد الدلتا هذا عرفناه دابا عمودي على ابي، يعني دغيا غنجبدو الميل، الميل ديال الدلتا باين دابا هو ناقص واحد على جوج، ولكن يمر من اي، يعني ضروري خصنا نحددو الاحداثية ديال النقطة اي منتصف القطعة ابي. يعني المرحلة الأولى قلنا هي تحديد المعادلة المختصرة للمستقيم ابي، ها هي هي هذه جوج اكس ناقص واحد. المرحلة الثانية هي تحديد إحداثيتي منتصف القطعة AB. باش نحدو إحداثيتي منتصف القطعة AB مثلا نسميها إي، اش كنديرو؟ كنديرو إكس أ زائد إكس بي على جوج، وكنديرو إيكغيك أ زائد إيكغيك بي على جوج. كوغ، نحاول نحسب هادشي. إكس أ زائد إكس بي شحال؟ ثلاثة زائد واحد أربعة، أربعة على جوج جوج، كديري هنايا خمسة زائد واحد ستة، ستة على جوج ثلاثة. بون، ها هما إحداثيات ديال دابا دلتا عمودي على أبي ويمر من إي. عاد غادي تجي تكتب هنا سيدي، يعني إلا عندك هاد المعطيات هادو بإمكانك تجاوب. اكتب بحال هكا، لدينا دلتا واسط القطعة AB، إذا دلتا عمودي على AB ويمر من النقطة E. تمام، يعني هاد دلتا عمودي على AB غنجبد منها A ويمر من النقطة E، غنجبد منها B، يعني تحديد كوخ. نخدم بالمعطى الاولاني، يعني بما ان دلتا عمودي على اب فان يعني جداء ميلهما يساوي ناقص واحد. شنو كيعني هذا؟ كيعني ان الميل ديال دلتا، لا بوم ديال دلتا كتساوي مقلوب مقابل، يعني ناقص واحد على جوج. ومن المعادلة دابا ديال المستقيم ديال دلتا تتبان، هاهي هي ناقص واحد على جوج اكس بلس بي. بقات لي دابا تحديد بي. هنايا غنذكر بما ان النقطة اي جوج ثلاثة تنتمي الى المستقيم دلتا، النقطة اي جوج ثلاثة كتنتمي للمستقيم دلتا، وتتعوض اكس حط فيه جوج و واي ثلاثة، صافي ناقص واحد على جوج مضروبة في جوج زائد بي. إذا هنا ثلاثة كتساوي ناقص واحد زائد ب، ومنه ب اش غتساوي لنا؟ غتساوي لنا أربعة. إذا المعادلة المختصرة ديال هذا المستقيم هذا اللي هو دلتا هي على الشكل التالي، إي غاك كتساوي لنا ناقص واحد على جوج إكس زائد أربعة، ديال المعادلة المختصرة ديال المستقيم. هنا هاد السؤال هذا عطيتونا إياه بدون معطيات مسبقة، فهمتي؟ أنه كيكون في تمرين مركب، يعني كتكون ديجا انت لقيتي اي، ديجا لقيتي المعادله المختصره ديال المستقيم ابي، وكتبغي تجاوب على هذا السؤال هذا كتبدا غير من هنا، داكو كتبدا غير من هنا، من كتبدا من هنا فين كتكون الاجابه. غادي ندوزو دابا لسؤال اخر. بالنسبه للانتماء اللي كيطرح لك سؤال، كيقول لك هل النقطه ا 2 3 تنتمي الى المستقيم بي الذي معادلته اي يساوي 3 اكس ناقص 1؟ اكتب اول حاجه رقم السؤال، اكتب لدينا يعني كتب المعطيات، يعني لدينا الدي معادلته هي 3x ناقص 1، والنقطة بي أ باردون إحداثيتها 2 3. شنو أنت تجي تدير؟ تدير إي كتساوي، اكتب 3x أ ناقص 1 واحسبها. 3x أ يعني 3 في جوج، إكس أ هو جوج، 3 في جوج ناقص 1 بعطينا 6 ناقص واحد، كتعطينا خمسة. هاد خمسة اللي خرجت لك هنا كتقارنها بإيكغيك أ، واش كتساويها؟ لا ما كتساويش، كنت تخالف إيكغيك أ، وبالتالي فإن النقطة أ لا تنتمي إلى المستقيم د. شات، ندوزو للسؤال الثاني.
بين أن النقطة 1 2 تنتمي للمستقيم بي الذي معادلته إيكغيك يساوي 3 إكس ناقص 1. غير واحد الملحوظة الله يرضيك، إلا قال لك بين أن راه كتنتمي، ما تبقاش تدع راسك. إلا قال لك هل تم قدر ما يقدرش. بنفس الطريقة تكتب المعطيات اللي عندك. لدينا المعادلة المختصرة ديال المستقيم بي فهي على الشكل التالي: إيكغيك تساوي 3 إكس ناقص 1، والنقطة سي إحداثيتها 1 2. جي السطر الآخر ديال إيكغيك تساوي 3 إكس دو سي موان 1. داكوغ، إكس دو سي شحال؟ 3 في 1 ناقص 1 كتساوي 3 ناقص 1 كتساوي 2. فوالا هنا هاد الشتغل 2 كتساوي إيكغيك دو سي. وبالتالي فإن النقطة سي تنتمي إلى المستقيم د. فهم دابا غادي ندوزو لآخر سؤال اللي هو حدد نقطة تقاطع المستقيم د ديال المعادلة إيكغيك يساوي إكس زائد 1 والمستقيم دلتا الذي معادلته إكس يساوي 5 إكس ناقص 1. يعني فين تيتقاطعو هاد المستقيمين هاد؟ إلا بغينا نحدو نقطة التقاطع ديالهم كنجاوبو عليه بحال هكا. كتبنا أول حاجة يعني تحديد نقطة تقاطع المستقيمين دي و دلتا. مثلا قالك حدد نقطة أ إحداثيتي النقطة أ نقطة التقاطع، داكوغ؟ يعني أ هادي شنو أ؟ يعني في غير قطعه هادي تبدا تديرها تحل هاد المعادله هادي. جوج اكس زائد واحد كتساوي خمسه اكس ناقص ثلاثه. لدينا بهاد المعادله جوج اكس زائد واحد كتساوي خمسه اكس ناقص ثلاثه، لان ملي كيتقطعو دوك المستقيمين في هاد النقطه كيكونوا متساويين بحال بحال. واضح؟ كيتقطعو فواحد النقطه كيتساوو. كتحل هاد المعادله هادي اسيدي، كدير جوج اكس ناقص خمسه اكس كتساوي ناقص واحد ناقص واحد. 2 اكس ناقص 5 اكس هي ناقص 3 اكس ناقص 2. اذا اكس تساوي ناقص 2 على 3 تساوي 2 على 3. اذا الافصول ديال ديك النقطه هو 2 على 3، باقي خاصني غير اوركي هاد 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 اكس هنا ملي كنلقاه كنعوض يما في هادي ولا في هادي اللي عجبتني بحال بحال. ومنه يعني فان يغيك يساوي 2 في جوج على ثلاثة زائد واحد. وغنحسب هادشي هنا، اثنان في اثنان أربعة على ثلاثة زائد واحد. غادي نوحد المقام هنا، إيكغيك تساوي أربعة. هنا كانت واحد هي واحد على واحد، يعني ثلاثة غادي ثلاثة على سبعة على ثلاثة. وبالتالي فإن إحداثيتي أ هي يعني إحداثية ديال النقطة أ فينا هو إكس هو زوج على ثلاثة و إيكغيك هو سبعة على ثلاثة. كيتقاطعو في هاد النقطة. ونكون بهذا قد أنهينا هاد الشرح، هاد النقطة ديال معادلة المستقيم. وأشكركم على تفضلكم وإلى اللقاء في فرصة قادمة. وإذا كان شي سؤال ولا شي حاجة خليه لي في لي كومونتير. وفقكم الله وإلى اللقاء.